جميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد خلقك ورضا عن نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين والشهداء والصالحين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قد انتهى فنحمد الله.
خيروا إلى الضوي مضاك وهدم أركانهم ومضاك إن لم نكون أهل الإله لضربنا بحلمكم يا سحر رجلنا يا ربنا بحلمنا تشاني أطلبنا في سائر الأزمان أجلنا بالفوز والغفران إلى الردى وهمنا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد وناهيك برؤية ربه وتكريمه وتكريمه إلى ما تبي به العبارة من إجلاله وتعظيمه. فلهي الأمر جديدة بالاحتفال لهذا وإظهار السرور المحمدية. فهو كان صلى الله عليه وسلم باستبشار بمقدمها تذكار تلك المنح السنية والمزايا التي غرعت آثار بركتها على هذه الأمة الخيرية. فأقول مستعينا بمن له القوة والحول وبيده المنة والطول بيد أن أرتقط جوامع من صحاح الأخبار ومشهور الآثار ونسوق القصة على نسق واحد محذوبة الأسانيد لتكون أبهج للسامعين وأنعش لقلوب المؤمنين. وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين وسميته السراج في معراج صاحب التاج. اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم بالبراق مسرجا من جمع. قال الشيخ محي الدين البراق للرسل مثل غرس النوبة الذي يرسله المرسل إلى المرسل ليتهمما وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البر يضع حافره عند منتهى طرفه وله جناحان في فخذيه يحفز بهما في سرعة
في سرعة السير رجليه واستصعب عليه فقال له جبريل: ألا تستحي يا براق؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه فاستحي حتى فض عرقا وقر حتى ركبه. فانطلق به جبريل وهو عن يمينه وميكائيل عن يساره وصار حتى بلغوا أرضا ذات نخل فقال له جبريل: أنزل فصلي هاهنا. فدعا ثم ركب فقال له: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بطيبة وإليها المهاجرة. فانطلق البراق يهوي به يضع حافره حيث أدرك طربه فقال له جبريل: أنزل فصلي هاهنا. ففعل ثم ركب فقال له: أتدري أين صليت؟ قال: لا. قال: صليت بمدين عند شجرة موسى. فانطلق البراق صليت. قال: لا. قال: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. وصار حتى أتى مدينة بيت المقدس ودخلها من بابها اليماني وثم نزل عن البراق. فأتى جبريل الصخرة فوضع إصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق. وقد جاء أن صخرة بيت المقدس من صخور الجنة وفيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصخرة من عجائب الله فإنها صخرة في وسط المسجد الأقصى قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. وناهيك للإمام أبي بكر من العرب أنه قال في شرح الموطأ: امتنعت من هيبتها أن أقف تحتها وخوفا أن تسقط علي بذنوبي. ثم بعد مدة دخلتها فرأيت العجب العجاب تمشي في جوانبها من كل جهة وترى منفصلة على الأرض يقول الحقير جامع غفر الله ذنوبه وضعف بهذا النبي الكريم حبه. قد من الله سبحانه وتعالى على علي بزيارة هذه الصخرة الشريفة. ودخلت تحتها ورأيت بناء يتصل بها من جميع جوانبها سوى المدخل ولكنه غير قاد بحملها. فسألت الشيوخ من سدنة المحل التشريف عن ذلك فوجدتهم مجتمعين بمقتضى النقل المتواطن عن أسلافهم أن البناء حادث كما قال القاضي أبو بكر العربي، ولكن فعل ذلك خشية على الحوامل. وشاهدت الثقم الذي أشير إليه آنفا وعليه من جلالة ما يقوم شاهدا على صدق ما ولد فيها. ودخل المسجد من باب تميل منه الشمس والقمر ثم صلوا وجبريل كل واحد ركعتين. ونزلت الملائكة من السماء وحشر الله جميع المرسلين والأنبياء وصلى بهم. فلما انصرف قال جبريل: يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ قال: قال: لا. قال: كل نبي بعثه الله تعالى ولله ذر القائل: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم. وقدمتك جميع الأنبياء بيا والرسل تقديم مخدوم على خدم. اللهم صل على صاحب من هذا؟
قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا، حياه الله من أخ ومن خليفة، ونعم الأخ ونعم الخليفة ونعم النجي. جاء من فتح لهما فإذا بها آدم عليه السلام وهو أبو البشر كهيئة يوم خلقه الله تعالى على صورته، تعرض عليه أرواح الأنبياء وذرية المؤمنين، فيقول روح طيبة ونفس طيبة اجعلها في عليين، ثم تعرض عليه أرواح ذريته ذرية الكفار، فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلها في سجين. وسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفسح جبريل فقيل له وقال مثل الأولى، فتح لهما فإذا هو بابنين خالا عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا، فسلم عليهما فرد عليه السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له وقال مثل الأولى، ففتح لهما فإذا هو بيوسف عليه السلام، فسلم فرد عليه السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. وإذا هو قد أوتي شطر الحسن قال: من هذا يا جبريل؟ قال: أخوك يوسف. اللهم صل على صاحب فاستفتح جبريل فقيل له وقال مثل الأولى، فبتع لهما فإذا هو بهارون عليه السلام، فسلم عليه ورد عليه السلام ثم قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له بخير فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبب في قومي هارون بن عمران. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له وقال له مثل الأولى، فبتع لهما فإذا هو بموسى بن عمران عليه السلام، فسلم عليه رد عليه السلام ثم قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم دعا له بخير ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل له قال مثل الأولى، فبتح لهما فإذا وهو بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، فالدخول من باب مطالع الكواكب والخروج من باب مغاربها. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. اللهم صل على غشاه الله من نور ما غشاه، فلا يستطيع أحد أن ينعتها
القرآن كثرة نورها، وهو قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ولأبنانها حنين بأنواع التسبيح والتحميد، يضرب أرواح وعندها رأى جبريل على صورة أصلية وله 600 جناح. اللهم صل على صاحب الفرج المخصوص بالمعراج وعلى آله الأقدار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال في اليواقيت نقلا عن الفتوحات، وأخبروا أن أعمال بني آدم تنتهي إلى تلك السدرة، وأنها مقر الأرواح، وبها مقام جبريل عليه السلام، وهناك منصة، فنزل صلى الله عليه وسلم على البراق بهذه المنصة وجيء إليه بالرفرف، فقعد وسلمه جبريل للملك النازل بالرفرف، فسأله الصحبة ليأنس به، فقال: لا أقدر، ولو خطوت لاحترقت، وما منا إلا له مقام معلوم، وما أسر الله بك يا محمد إلا ليريك من آياته، فلا تغفل. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا جبريل، هل من حاجة إلى ربك؟ قال: يا محمد، سل الله تعالى أن أبسط جناحي على الصراط لأمتي حتى يجوز عليه. وانصرف مع ذلك الملك والرب يمشي به إلى أن ظهر للمستوى، سمع به صليب الأقلام، وهي تكتب ما يجري الله تعالى في خلقه وما تنسه الملائكة من أعمال عباده. قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللهم صل وفي العيان. اللهم صل على صاحب الفرج
50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزل إلى موسى وقال له: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع إلى ربي فقال: يا ربي خفف على أمتي فحط عنه 5. فرجع إلى موسى فقال: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلما أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال عز وجل: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب شيئا، وإن عملها كتبت سيئة واحدة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ قيل له: تمنى واطلب ما تريد منا. فقال: اللهم إنك عذبت الأمم بعضهم بالحجارة وبعضهم بالخس وبعضهم بالمس، فما أنت باعهم بأمتي. قال: أنزل عليهم الرحمة وأبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني منهم لبيته، ومن سألني أعطيته، ومن توكل علي كفيته، وفي الدنيا أستر على العصاة، وفي الآخرة أشفعك بهم. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمتك لا سرا ولا جرا. وفي المواهب اللدنية لما أراد صلى الله عليه وسلم الانصراف قال: يا ربي كل قاب من صبره تحفة، ما تحفة أمتي؟ قال الله تعالى: أنا لهم ما عاشوا، وأنا لهم إذا ماتوا، وأنا لهم في القبور، وأنا لهم في النشور. بشرى لنا معشر الإسلام، إنا لنا من العناية ركنا غير منادم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ثم ودع صلى الله عليه وسلم الحضرة حاملا لأمتي، ما منعه ربه وحباه. فقم أيها الراجلين شباعا، يا من حب صادق الحب والأدب، قليل لمدح مصطفى الخط بالذهب، على ورق من خط أحسن من كتبه، وأنت ماضى الأشراف عند قدومه، يا من سلوكا أو جثيا على الركب، أما والله قد أسرى به وقصه برؤيته، يا لطفة سمت الرتب. مرحبا يا مرحبا بالحبيب المصطفى، مرحبا يا مرحبا بالحبيب المشتبى، مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين. اللهم صل على صاحب التاج المخصوص بالمعراج وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار. من النار واللهيب، ووعده بالإجابة الدعاء، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم إنا نسألك بأسرار المحبين وبخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسعت به ليلة 27 أن تشبع قلوبنا الحزينة وتجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم بجاه العظيم وبما خصصتك وألف بين قلوبهم بالخيرات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بنية، ونسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم بهذه الليلة ما فيها من أسرار المعراج والنور الوهاج كلنا ولولاة أمورنا، لا
فاجر على أيديهم المصالح وادرء بهم المفاسد في المفاسد والبلاد والعباد وكل سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على منبع الحقائق ومطلع الأسرار والرقائق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل من بعده تبرقا معصوما ولا تدع بنا ولا بنا شقيا ولا محروما. اللهم بهذه الليلة المباركة اغفر ذنوبنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع شملنا بخير وعلى خير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء بجاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ينادي الى صراطك مستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام